دكتوره منى، اخصائيه جلديه في مركز فيزاج. النهارده هنتعرف على اهم جهاز الفيزاج او ما يميزه عن السناتر الاخرى. هو جهاز التراي اكتف، هو احدث جهاز في الشرق الاوسط، جهاز مسؤول عن شد الترهلات، علاج السليليت، تنسيق القوام، ودي اهم مشكله بالنسبه لكل ست. الجهاز مزود باربع تقنيات. اهم تقنيه فيه تقنيه الالترا ساوند او تفتيت الدهون، هي موجات فوق الصوتيه بتفتت الدهون. بعدها بنستخدم على طول الليزر البارد المزود في نفس الوقت بالمساج او الباكيوم، اللي بيساعد على اخراج تفتيت الدهون اللي تم من خلال الموجات فوق الصوتيه. بعد كده بنستخدم جهاز او دراع راديو فريكوانسي المسؤول عن شد الجلد بعد تفتيت الدهون واخراجه. شد الجلد، ودي اهم مشكله بالنسبه للسيدات، ترهلات. هنستخدم الموجات فوق الصوتيه. لازم عشان استخدم الموجات فوق الصوتيه استخدم جل معين بيساعد على احسن نتيجه، وبيساعد على اختراق الموجات فوق الصوتيه للدهون المتحصله في اي مكان. مده الجلسه تتراوح من نص ساعه لساعه لربع حسب المنطقه. بنظبط مده الجلسه على حسب المكان، يعني البطن ممكن من نص ساعه، الرجل ممكن نص ساعه لساعه لربع، الدراع ممكن نبتدي اول حاجه بتفتيت الدهون حوالي من 9 ل 10 دقائق. بعد ما حطينا الجل على الدراع بنستخدم دراع الموجات فوق الصوتيه، الجل بيساعده على اختراق الدهون. دلوقتي سالي شكوتها عدم نضاره البشره وعدم توحد اللون والاجهاد، فانا هحللها مشكله عدم توحد اللون الاول بالميلانين ماسك، وبعد كده بعد اسبوعين من الجلسه وبعد تقشير وشها من الميلانين هعمل لها الديرما بن علشان اعاده نضاره البشره. الميلانين ماسك هو ماسك بيتحط على الوش، طبقه رقيقه جدا ما بيسببش اي الم، عباره عن تركيبات المواد مع بعض. بعد ما بيتحط بتقعد بيه بيشنت في البيت لمده 8 ساعات. بيعمل تقشير خفيف، ما بيعملش اي التهابات في البشره، امان انها تنزل وتخرج في الشمس، بس تحط الصن بلوك. ممكن تكرر الجلسه او ممكن تكرر الجلسه بعد اسبوعين بعد ما بشره بيقشر كله. نضاره الديرما بان بعد الميلانين ماسك، وسالي اقتنعت جدا بالديرما بان، ان انا بحط ميزو ثيرابي بعد ما بعمل الميلانين ماسك وايه واخلص جلساته. يعني ممكن اعمل لها جلسه واحده ميلانين ماسك وبعده اعمل لها ثلاث جلسات ديرما بان. ابتدي اوزعه كويس علشان يبقى كله ثيكنس واحد على البشره، يعني سمك واحد، ممكن احطه تحت العين كمان، يعني بيفتح كمان الهالات السوداء اللي تحت العين، وامان في الصيف كمان. كمان الميلانين ماسك مش للوش بس، ده امان كمان في الاماكن الحساسه، كمان الاماكن الخشنه زي الركب وزي الكوع، دي ممكن نعمل لها الميلانين ماسك من 3 لـ6 جلسات، جلسه كل اسبوع لاسبوعين حسب ما البشره بتقشر، بيدي نتائج كويسه جدا. وعلى عكس الكيميكال بيلينج الطبيعي لما بنعمله او العادي الطرق القديمه ما بنعملها كتير في الكوع او الركب، بتغمق اما بتتعمل في الاماكن الحساسه بتدمر، لكن الميلانين ماسك طريقه خفيفه جدا وامنه. انا الدكتوره دعاء ابو بكر، اخصائيه امراض الجلديه والليزر في مركز فيزاج ليزر كلينيك. النهارده هنتكلم عن ليزر ازاره الشعر. عندنا في المركز نوعين من الاجهزه بحيث ان هم يغطوا جميع انواع البشره وجميع انواع الشعر. ميزه الاجهزه عندنا انها درجه امان عاليه جدا، بتدي نتائج ممتازه، وفي نفس الوقت الالم اقل. دلوقتي ممكن نعمل جلسه عمليه عشان نقرب للناس التصور اللي هم واخدينه عن جلسة إزالة الشعر ممكن تكون عاملة ازاي. دلوقتي احنا لازم نحدد قبل ما نبتدي نوع البشرة، درجة كثافة الشعر عشان نظبط الجهاز عليها. طبعا مهم قوي ارتداء النظارات لان الليزر اشعة غير امنة على العين. في ميزة عندنا في الجهاز ده ان الجهاز مزود بكولر، جهاز تبريد. التبريد ده مهم قوي ان هو يقلل نسبة الالم اللي هي اصلا تكاد تكون لا تذكر في الجهاز. يعني طبعا احنا بنغطي المساحة المطلوب
عملها. كل نبضة بتنزل على الإيد بتشيل مجموعة من الشعر. كل مريض بيحتاج يعمل من 4 لـ6 جلسات ما بين كل جلسة والتانية، حوالي من 4 لـ6 أسابيع. مهم ننبه على العيان ان هو ما يتعرضش للشمس قبل الجلسة او بعد الجلسة مباشرة. احنا كده خلصنا الجلسة، بنطمن على الاحساس بتاع المريض. حسيتي بألم؟ الامور تمام؟ تمام. مهم قوي سؤال المريض على الحاجات دي، لان الشعور اللي احنا بنلاقيه بعد الجلسة في احساس طبيعي، اللي هو الاحساس بشوية حرقان بسيط، احمرار بسيط، كل دي حاجات طبيعية بتقعد من يوم لثلاث ايام بالكتير قوي بعد الجلسة. بنكتب كريمات موضعية للمريض عشان يحطها في الفترة دي، وبنعمل معاه متابعة كل شهر ونشوف اخبار التحسن ايه. مفروض ان هو من الجلسة الجاية بتبتدي تقول ان الشعر بدأت كثافته تقل، فترات تتباعد ما بين الجلسة والتانية، لحد ما ان شاء الله توصل للنتيجة المطلوبة بإذن الله.